إذا كان لديك سجل حافل بالصعوبات مع جارك وهناك صعوبة بالتقرب منه، فربما تختار الاستعانة بطرف ثالث. يوجد بمركز فيكتوريا للنزاعات مسؤولون يمكنهم القيام بهذه الخطوة بالنيابة عنك. فإن كان هناك ماض للعلاقة فيما بينكما يجعل التقرب إلى ذلك الشخص يسبب لك الانزعاج. إذا لم تتم المناقشات السابقة مع جارك وانتهت الأمور بطريقة سلبية، فدائما هناك بعض الخيارات التي يمكنك النظر فيها، وذلك بوضع شيء ما بصيغة مكتوبة قد يكون به اعتذار عن الحوار إذا سارت الأمور نحو السخونة. فهناك دائما مساحة تتيح الذهاب إلى طرف ثالث لإحضار جارك إلى بيئة بها تحكم ومناقشة الأمور حتى لا تخرج عن السيطرة. إذا كانت لديك مشكلة ما مع جارك، فقم بتلطيف الأجواء وحاول ألا تكون عدوانيا وألا تبدو كما لو كنت تحاول أن تبدأ شجار بالأيدي. وإذا وجدت أن الطرف الآخر ينزعج منك، فعليك توضيح السبب لتسوية هذه المشكلة. فإذا تمكن الطرف الآخر من رؤية المشكلة من وجهة نظرك، فستكون هناك فرصة أكبر لفهم الأمر وبالتالي الاتفاق معك في الرأي ومساعدتك في إيجاد الحل. إذا وجدت أن جارك لا يستجيب لطلباتك، فقد يكون ذلك بسبب أنك لم توصل الأمور بشكل واضح، أو أن هناك مشكلة في العلاقة بينك وبين جارك، حيث أنه قد حدث ذلك من قبل وتم تجاهله وإساءة إدارته. لذلك فالشيء الذي تفعله هو تصفية الأجواء.